مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. طبعا احنا شفنا امبارح الرد القوي والقاطع من نيافة الانبا غاصن اسقف مغاغة والعدوة على قناة الفكر الحر بعد الاتهامات الكاذبة والمضللة، واحنا كشفنا ده في اكتر من حلقة. وقعد يقول ان الاسقف عامل الابرشية دي وكأنها عزبة، وقعد يقول ان عنده كهنة كتير بيعملوا مقاطع جنسية أو بيعملوا شات جنسي مع سيدات في الاعتراف، وقعد يقول حاجات كتيرة جدا، وإنه يمتلك 300 فيديو. ويعني ده إعلام فاسد، إعلام السبوبة، إعلام لتشويه صورة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مواقع التواصل زي ما ليها مميزات ليها مساوئ، بيخترعها الشيطان مع أعوان البشر الشياطين الأشرار، يركبوا حاجات ويلبسوا الناس ويعروا الناس لأهداف خاطئة عنده. فلا تصدقوا هذا الأب اللي نشر عنه من الأباء الأفاضل، يشوه سمعة الكهنوت ويشوه سمعة الكنيسة. اللي هيعمل كده هنقفله بالقانون. احنا مش بتوع شتيمة ولا بتوع ان احنا نشهر بحد، برغم اننا نعلم الكثير والكثير والكثير، انما احنا لا ننسى ان احنا كنيسة ولا ننسى ان احنا حفظ للأسرار. لكن توصل انهم يكتبوا ويشوهوا كده مش هنسكت لهم. وكل اللي كتب شيء وعمل شيء محفوظ عندنا. خدنا موقف حازم، ما تبكوش وما تروحوش تجيبوا وصاية عشان نتنازل. انا بحذركم تحذير شديد لك. وكل المواقع اللي كاتبه كده خلوا بالكم، احنا مش ضعف، احنا بنعمة ربنا اقوياء جدا، ونملك ما يخلينا اقوياء. اللي عملتوه يجربوا القانون المصري، ناخد الموقف ونرفع قضايا، خلي الكل يتلم بقى عشان الدنيا تنضف. ده انذار اخير. فانا بحذر المساس بسمعه الاباء الكهنه وزوجاتهم. انا قلت خط احمر، محدش يقرب له، لانه الكاهن رمز كبير. لما نعمل كده في الكهنوت خلاص الدنيا سابت. طيب أيام البابا شنودة حصل نفس الموقف ده، كانت جريدة بقى، موقع جريدة النبأ، جريدة النبأ، وكانت ليها برضو شنة ورنة زمان، يعني جريدة النبأ دي وأخبار بقى، والجريدة الورقية كمان، مش الموقع الإلكتروني بقى عادي، لأ كان جريدة ورقية يا جماعة، وكانوا حاطين بقى منشطات وكانوا حاطين بقى حاجات كتيرة لتشويه سمعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. البابا شنودة بصوا بقى خد موقف شجاع وجريء، ولم يتردد لحظة، ولم يقول إنها حرية صحافة وحرية رأي وتعبير، والكلام اللي احنا سمعناه من البابا تودروس أيام أزمة الصحفية سارة علام مع نيافة الأنبا غاصن، لما طلع وانتقد بشدة كتاب اللي عملته سارة علام برعاية الطيار العلماني القبطي، الكتاب اللي كان مقتل الأنبا بيفانيوس أوراق القضية 805، كانت عاملة كتاب عن نيافة الأنبا بيفانيوس هو باب واحد، وكل الكتاب كان ضد البابا شنودة وضد الأساقفة الأمناء، وقعدت تشتم في الكتاب وتهين الكنيسة. طبعا انتفض ساعتها نيافة الأنبا غاصن ضد هذا الكتاب، وسارة علام كانت مستهدفة نيافة الأنبا غاصن على اليوم السابع، دايما بتقول انه هو صقر من صقور الكنيسة ولمهاجمة البابا تودروس وعايز يزيحه وبيعمل مؤامرة عليه، وكل ده يا جماعة ليه؟ علشان بيدافع عن الإيمان الأرثوذكسي السليم. واحد يعني بيشوف بدعة وهرطقة قدامه من حقه ان هو يرد عليها، ده شغله أساقفة المجمع المقدس، ده شغلهم ان هم يردوا على البدعة والهرطقات. المهم البابا تودروس مش يقف مع الأسقف ضد العمل او ضد الكتاب ده، لا، وقف مع سارة علام، سارة علام الإخوانية اللي كانت ضد الجيش، وطلعنا ساعتها ملف كبير قوي للصحفية سارة علام اللي كانت بتشتغل في اليوم السابع، وبعدين توسط صحفيين وتوسط نواب وراحوا عند نيافة الأنبا غاصن، وكان في 4 أساقفة برضو راح مع البابا وكده عشان قعد معاهم جلسة أبوية، وقالوا له خلاص وتنزل على القضية ومش عارفة وإيه، وتحيلوا على الأنبا غاصن اللي يتنازل على القضية، خلي بالكم تحيلوا عليه.
ولو شفتوا سارة علام وهي في الصورة بقى اللي نزلت بعد جلسة الصلح بقى ما بينهم، ميت لها ميت يا جماعة. الصورة تشوفوا سارة علام عينيها ما فيش خالص. المهم البابا دافع بشدة عن سارة علام وقال دي حرية الصحافة، هي حرة ده رأيها. والأسقف ده اللي اتكلم قال على نيافة الأنبا غاسل، مرضاش يقول اسمه قدام الناس، قال الأسقف ده بيعبر عن نفسه ما بيعبرش عن الكنيسة. وحصل ضجة شديدة وكله كان مستاء وكان في حالة غضب شديدة، ازاي البابا ما يقفش مع الأسقف ووقف مع واحدة إخوانية اللي هي سارة علام. طبعا دي واقعة شهيرة كانت 2020 تقريبا، والناس كلها اتكلمت عنها وكان في دعم كبير جدا على السوشيال ميديا نزل ساعتها، وكنا كاتبين هاشتاج ندعم الأنبا أغاثه. ليه الكنيسة رفعت قضية ضد واحد من الصحفيين؟ الموضوع باختصار شديد ان في واحد من الأسقفة رفع قضية ضد صحفية لأنها أصدرت كتاب من سنة أو من سنتين. بس أحب أأكد عشان يبقى معلوم للكفة ان ما قام به هذا الأسقف تصرف فردي منفرد، لم يستشر فيه أحد، لم يستشر فيه الرئاسة الكنسية، ولم يكلف به من أحد، لم يكلف من الرئاسة الكنسية، فهذا تصرف فردي تماما ولا يمثل الكنيسة ولا يمثل المجمع المقدس، وده لازم يكون معروف للجميع، ولم يعطى أنه يتكلم باسم المجمع، فده تصرف شخصي بحت وتصرف الكنيسة رسميا ملهاش أي علاقة به. فعشان لما يجي حد يتكلم أو يكتب يبقى عارف حدود الموضوع إيه. الكنيسة ليست طرفا في هذا الأمر على الإطلاق. نحن نكن كل الاحترام لكل الصحفيين وللصحافة المسؤولة والمنضبطة، نكن لكل الصحفيين بدون استثناء الاحترام والتقدير للجميع، لكن هذا التصرف تصرف خارج على الكنيسة وليكن الجميع يعلم ذلك. البابا شنودة بقى بيبقى ليه مواقف يا جماعة، عارف ان صورة الكنيسة يعني وصورة الكهنوت، انت لما تيجي توقع الكنيسة او تشوه صورة الكنيسة يبقى انت فاضل لك ايه تاني؟ البابا يعني بيعمل ايه لما انت بتخلي الصحفيين يتجرأوا على الكنيسة بهذا الشكل، لما تخلي الصحفيين يعملوا تشهير للأساقفة والكهنة؟ يعني قناة الفكر الحر كانت ماسكة نيافة الأنبا أباكير بتهمة ان هو بيتحرش بالستات ومش عارفة وايه، ونيافة الأنبا أرشليدس ان هو تحرش بطفل وطلع محضر كيدي واتحفظ المحضر، فكان عامل حملة على الأساقفة بعينها، ونيافة الأنبا بنيامين ونيافة الأنبا أرمية ونيافة الأنبا صليب، يعني ماسك أساقفة بعينها قناة الفكر الحر القناة المشبوهة لتشويه سمعة الأساقفة والكهنة. طيب جه الدور على مين بقى؟ جه الدور على ابن عم البابا أبونا أنطونيوس باكي. أبونا أنطونيوس باكي عنده قضية خلي بالكم، عنده قضية مرفوعة من واحدة اسمها سماح تقريبا، قضية دي مرفوعة قضية جنسية إنه اتحرش بيها وكده. المهم القضية دي بقى لها أكتر من سنة مرفوعة في المحاكم والقضية شغالة لحد الآن، فباسم سام قال له خلي بالك أن قضيتك قضية ابن عمك الشهر الجاي، فبيقول له خلي بالك. فخلي يعني أنا بتساءل أو بعرض سؤال بريء للبابا تودروس، مش في حرية صحافة؟ حرية الصحافة اللي انت موقفتش مع نيافة الأنبا أغاثه جات لحد عندك، يا ترى بقى لما يتكلم ويشوه سمعة القمص أنطونيوس باكي هتقول ساعتها حرية صحافة برضو؟ هتقول ساعتها حرية صحافة ولا هتقف معاه وهتقول لا ده هو بريء ومظلوم؟ يعني يا جماعة هل باسم سام لما يتكلم بقى عن قضية القمص أنطونيوس باكي، قضية بقى يا جماعة ما حاجة بقى في المحاكم وقضية وفي حاجات كتيرة جدا شغالة، لكن لو كان حد تاني لا عادي تفهمين. طيب الدور جه عليه عشان سكتوا من الأول يا جماعة، هتقول بقى عليها تشهير ولا ها هتقول عليها ايه بقى، تشهير ولا حرية رأي وتعبير؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات. في حاجات كتير ممكن نتكلم فيها، وبذكر كده يا ست البابا ان ابن عم حضرتك القمص أنطونيوس باكي قضيته الشهر الجاي، وفي حاجات كتير فانا مش عايز اضايق يعني كده قدسكم لان في حاجات كتير، فمن فضلك بص لموضوع
الانبا غاصب، والموضوع هيكبر وهيبقى وحش، والمشكله ان انا اللي بنبه عنه بعمله بعد كده وبتزعله. شفتوا بقى؟ عشان اللي بيتنازل مره عن حقه، ما انت اللي سمحت لده. الصحافه يا جماعه، احنا مع حريه الراي والتعبير، بس لما يكون في راي وتعبير في نقد بناء وفي نقد بيهدم. انتقد براحتك، انتقد من هنا للصبح، طلع مستندات. باسم سام لحد الان ما طلعش ولا مستند يوجين نيافه الانبا غاصن ولا فساد، ولا طلع فيديو حقيقي، كل الحاجات اللي طلعها كاذبه ومضلله، وما طلعش ولا مستند يثبت الفساد اللي هو قال عليه. عرفتوا بقى ها هنقول ايه بقى ساعتها؟ بقى الهدف من وراء كل هذا هو النيل من سمعه الكنيسه والنيل من الكهنوت. انت بتشوه صوره الكهنوت وبتشوه سر الاعتراف، وعايز كمان تشوه ايه؟ الاساقفه الامناء والكهنه. ما خلاص بقى، ما كل حاجه بقى بقت مباحه يا جماعه، الكنيسه بقت مباحه. عارفين اللي الكنيسه كل اللي داخل وطالع يلطش فيها؟ خلاص بقينا ملطشه. ليه؟ لان البابا سايب الموضوع فوضوي، يعني البابا سايب الموضوع فوضوي. البابا شنودة بقى ايام الراهب برسوم المحركي كان حصل برضو ضجة كبيرة، وافتروا واتدلوا على الكنيسة ان الراهب كان بيعمل علاقات جنسية في الدير، كان بيجيب ستات وبيعمل علاقات جنسية في الدير، وكتبوا خبر ومنشط في جريدة النبأ، عملوا فبركة خبر عن راهب مشلوح. خلي بالكم الراهب ده كان مشلوح من الكنيسة، كان من الدير يعني، كانوا شالحينه، لكن هم قالوا عمل الكلام ده في الدير. طبعا البابا شنودة أول لما شاف الخبر، إيه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ مين ده اللي كتب كده؟ ومين اللي قال كده؟ وصورة الكنيسة وما حصلش كده أصلا، يعني أنت بتقول واقعة أصلا ما حصلتش، تفهمين حاجة؟ خبر كاذب، يعني ده أصلا مش محسوب على الكنيسة، ده واحد مشلوح، يعني تصرفاته بقى تعبر عن نفسه، ده مش تبعنا خلاص. كان بقى موقع الكلمة كان كاتب خبر عن هذا الموضوع، كان كاتب ايه بقى؟ جريدة النبأ وفبركة خبر عن راهب مشلوح. فبركة ايه؟ خبر. خلي بالكم جريدة النبأ الوطني تنشر صور وقصة مفبركة لتلويس سمعة المسيحية في مصر. ياه، شايفين الهدف كان ايه؟ تلويس سمعة المسيحية في مصر. جريدة النبأ الوطني، وصلتني نسخة من جريدة النبأ الوطني العدد 663 السنة الرابعة، صدرت يوم الأحد 17 يونيو 2001. وصلتني أيضا جريدة أخبار الحوادث العدد 483 الموافق 5 يوليو 2001، اللي بتصدر كل خميس عن دار أخبار اليوم، ورئيس التحرير المسؤول ممدوح مهران. وقد نشرت هذه الجريدة 14 صورة ياه مخلة بالأداب العامة، تظهر أوضاعا جنسية للراهب مشلوح طرد من ديره، مع تحقيق صحفي بأن هذه الفحشاء تم في هيكل كنيسة السيدة العذراء بالمحرق، ومسح الراهب عورته في ستر الكنيسة. وبالاطلاع الأقباط على الجريدة في مصر قاموا بمظاهرات تشجب وتندد بكذب ما نشر، وهذه أول مرة في التاريخ يثور المسيحيون المصريون هذه الثورة. 14 صورة في جريدة ورقية، وحاطين بقى ايه بقى؟ صورة الراهب وهو في اوضاع جنسية مع ستات. الصور ما كانش بقى مخبيين عينه ولا الكلام ده، لا ما كانش الكلام ده زمان، يعني انتوا فاهمين. فكان مقصود بيها مستهدفين الكنيسة القبطية، شوفوا بقى الأجرة بيحصل فيها ايه. فكانوا عايزين يشوهوا سمعة الكنيسة وقتها 2001 يا جماعة، ايام مبارك 2001. طيب الصورة الجانبية للراهب المشلوح برسوم المحرقي اللي هو اسمه عادل سعد الله قبل أن يترهبن، الذي تم خلعه منذ 5 سنوات ومنعه من دخول الدير أصلا بسبب شذوذه وشكاوى متعددة وردت إلى الدير من تصرفات وسلوكيات غريبة صدرت عن الراهب المخلوح، بالإضافة إلى ممارسته الدجل والسحر. يعني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شلحته من 5 سنين من الواقعة دي، خلي بالكم يا جماعة، واتبلوا على الكنيسة ان هو راهب. يعني انتوا، احنا اصلا ما نعرفش عنه حاجة، احنا طردناه من زمان بسبب سلوكياته. يعني عشان بقول لكم ان الدير، يعني مش انت بقى بقيت راهب يبقى خلاص بقى انت، لا، لو انت عملت حاجات خاطئة في الدير من حق رئيس الدير ان هو يطردك في اي وقت. خلي بالكم يا جماعة، الرهبان دول مش ملايكة يعني. فلو في اي اعمال انت بتعملها شغب في الدير، او مش بتطيع اوامر رئيس الدير، او في شكاوى طلعت ضدك،
من حق رئيس الدير يتم التحقيق فيها، ولو شافك انك مش مناسب انك تكون راهب ممكن يطردك في اي وقت، خلي بالكوا يا جماعة. والطريقة التي قامت بها الصحيفة اللي هي النبأ كانت ظاهرة غريبة لا تحدث في الصحافة العربية، وخاصة في صحافة الصحافة دي بتعتبر مراقبة من قبل الدولة. الصور كانت فاضحة والإعلان عنها ملء الصفحة الأولى، كانوا حاطين منشطات كبيرة بقى هجيب لكم الصور دي وصفحة أولى وبحروف كبيرة، وكان واضحا من العبارات التي استعملت فيها أن القصد لم يكن نشر الخبر قدر ما كان استفزازا لمشاعر الأقباط وإساءة إلى مقدساتهم. وهذا بعد ما جاء في عناوين الصحيفة بشكل بارز وعلى صفحتها الأولى. أول عنوان بقى كانوا كاتبين إيه؟ النبأ تنفرد بنشر الملف الكامل لأول فضيحة من نوعها تهز مصر بالوثائق، تحويل دير المحرق بأسيوط إلى بيت دعارة على يد الراهب الكبير. ياه، شايفين العنوان يا جماعة؟ ده عنوان يهز بلد. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ تفكرين يعني الخبر ده هز بلد فعلا، هز البلد كلها. الساعد الأيمن للرجل الأول بدير العذراء يستحل أعراض المسيحيات، لقطات صريحة من أول فيلم جنسي. ياه، شوفوا يا جماعة العنوان إيه، لقطات صريحة من أول فيلم جنسي الكاهن لابتزاز ضحياه. شوفوا بقى كاتبين العنوان التاني إيه، الراهب المعجزة يمارس الجنس مع 5000 سيدة في مذبح الكنيسة. 5000 واحدة، 5000، يعني شوفوا حتى الكذب لما تيجي تفبرك بقى حاجة ولا لما تيجي تعمل حاجة، 5000 وجابوا والفيديوهات بقى متصورة في الدير، يعني شوفوا حتى الكذب والواقعة، وهو أصلا مشلوح، يعني جبت الصور من الدير إزاي عشان تعرفوا بس الفبركة. الراهب الكبير يمسح عورته في ستر الهيكل المقدس بعد قضاء شهوته مع النساء في مكان تجلي فيه الروح المسيح. فهل يصدق قبطي واحد إن غاية الجريدة نشر هذا الخبر هو تحذير السيدات المسيحيات من مغتصب متستر بلباس كهنوتي؟ وهل يصدق مسيحي واحد ان نشرها للخبر على هذه الصورة كان انتفاضة للدفاع عن الهيكل المقدس؟ يعني بحجة بقى ايه، احنا خايفين عليكم، ده احنا مش عايزين يقع في ضحايا تانيين زي باسم سام كده لما طالع يقول ده انا بعمل بلاغ للبابا عشان محدش يقع تاني. قال يعني تفهمين حاجة، بيدي مبرر، قال فيش اصلا سيدات بتدخل أديرة الرهبان، مفيش، ممنوع الزيارات. السيدات دي هتدخل ازاي؟ السيدات دي هتدخل الدير ازاي؟ عشان تعرفوا انكم شوفوا الكذب، وان نشر هذا الخبر المفبرك يدخل ضمن مخطط مدفوعا بكراهية للمسيحيين الأقباط، وكذلك لغاية إثارة النعرات الدينية وتشهيرا بالمسيحية. تشهيرا بالمسيحية. جريدة النبأ الصفراء التي استغلتها الحكومة المصرية في الهجوم المعنوي على الدير المحرق قداسة الرهبان المسيحية وتدنيس المقدسات المسيحية في مصر وتحطيم سمعة المسيحيين التي امتازوا بها منذ دخول المسيحية مصر وحتى الآن. ومن اطلاعي على هذه الجريدة الصفراء لاحظت الآتي عند الاطلاع على الصور المنشورة، أيوة، وجد اختلاف زمني بين 3 صور أثناء إقامة الراهب المشروح في الدير. ياه، أما باقي الصور فقد دخل الشيب إلى لحيته. الصور دي اللي تصورت عندما طرد من ديره وعرضتهما الجريدة لإبهام الرأي العام في مصر أن الفحشاء تم داخل الدير. ياه، يعني هم نزلوا صور، فبركوا صور، شافوا تواريخ الصور أو شافوا حاجات في الصور. إيه ده، الصور دي استحالت تحصل في الدير لأنه أصلا ماشي من 5 سنين. فقارنوا بقى، شفتوا قارنوا إزاي، عرفوا الكذب على طول. أغفلت الجريدة عن عمد أن هذا الراهب المطرود من الدير قبل 6 سنوات منذ سنة 1996 يعتبر رجلا عاديا، ما هو مجرد ما يتشلح من الدير خلاص ميبقاش راهب، هيبقى رجل علماني خلاص، يحاكم كأي شخص بصورة فردية. وعندما قام الأقباط برد فعلهم نشرت النبأ خبر طرده من الدير في اليوم التالي. ما خلاص بقى، ما احنا طلعنا المستندات اللي معانا تؤكد ان هو أصلا مش في الدير، يعني هيعمل الكلام ده في الدير ازاي وهو أصلا كان يعني مشلوح من 96. عرفتوا بقى ان الكذب ملوش رجلين، ومن هم المسؤولين في الحكومة الذين كانوا وراء هذه الأكاذيب المنشورة في الجريدة؟ ياه، كان في مسؤولين كبار هم اللي يعني وراء نشر الخبر الكاذب ده عشان يوقعوا الكنيسة. وإن كان الزنا تم فعلا فلماذا ذهبت المرأة تشكو الراهب الساقط إلى البطريركية؟ شفتوا بقى،
والبوليس إلا إذا كان هذا الراهب سرق منهم ذهبا ثم فبرك شريطا عن طريق الكمبيوتر ليسكت المرأة. وأسفل هذا الكلام آلاف الأقباط المهاجرين يخرجون في مسيرة سلمية تندد بالاشتراك الحكومي في هذه المهزلة اللا أخلاقية. وقد تجمعوا أمام البرلمان في سيدني باستراليا، وكان معهم النائب المسيحي فريد نايل. كما خرجت مظاهرة مماثلة في ملبورن، أكد القمص بخوميوس وكيل دير المحرق والذي ادعت الجريدة أن الشريط تم تصويره فيه، هو شريط الجنس يعني. وأكد أن المدعو عادل سعد الله غبريال المعروف ببرسوم المحركي بدأ رحلة الانحراف وخرج عن تقاليد الكنيسة والرهبنة، فتم تجريده من رتبته الكهنوتية عام كام 96، وغادر الدير مطرود ولم يدخله مرة أخرى، وبذلك فهو ليس راهبا. وأكد وكيل الدير إن ما نشرته الجريدة من صور بها إزدراء للدير هي بعيد تماما عن جدران الدير، وأن الجريدة بقى شوفوا عملت إيه، استغلت صورة للراهب المطرود أثناء وجوده في الدير، أثناء ما كان موجود في الدير استغلوا صورة ليه بجواره صورة السيدة العذراء بالملابس الكهنوتية، أما باقي الصور فهي في أماكن بعيدة عن الدير. وعن ما ادعته الجريدة أن ممارسة رذيلة تمت داخل المذبح ياه الموجود في قلية الراهب، أكد وكيل الدير أن هذا الادعاء غير صحيح، لأن المذبح لا يسع أكتر من شخص ومستحيل وجود سرير داخله يمارس عليه الفحشاء، بالإضافة إلى أن المذبح الذي تدعي الجريدة إنه شاهد ممارسة الراهب المخلوع الفحشاء مع السيدة فهو منطقة محظورة على السيدات دخوله نهائيا. مش أنا بقول لكم يا جماعة استحالة حد من الستات يدخل جوه أصلا، ده راهب، ده دير للرهبان، ده دير للرهبان يعني رجالة كلهم، ما ينفعش وجود سيدات خالص، ما فيش زيارات أصلا للأجرة، ما فيش زيارات للأجرة. وهناك رقابة شديدة من المسؤولين على الدير، وعاد الهدوء بسرعة ومارس رجال الدين بالدير طقوسهم الدينية. وقد أكدت الكنيسة كذب ما جاء في الجريدة، وأن الراهب مخلوع من الدير بسبب سلوكه، وأن الصورة المنشورة لم تصور داخل قلاية الدير لأن دخول الألالي محظور على أي شخص آخر سوى الرهبان. شفتوا الكذب ملوش رجلين إزاي؟ البابا شنودة بقى يرفض التصالح مع صحيفة النبأ. طبعا البابا شنودة رفع قضية ومسكتش، اتسجن رئيس التحرير، اتقفلت الجريدة. البابا شنودة خد رد قوي وجريء وشجاع منه على طول، اول لما شاف الجريدة العناوين ايه ده يا جماعة ايه اللي بيحصل ده، البابا شنودة على طول اتصرف. صورة الكنيسة، صورة الكهنوت، انتوا عايزين تشوهوا الأديرة والرهبان، ده الواقع اصلا مفبركة وما حصلتش، انتوا كمان بتتبلوا علينا، انتوا عايزين تعملوا فتنة، انتوا عايزين تولعوا في البلد، لا 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 لا. والدنيا بقى اتقلبت ساعتها، واقباط المهجر عملوا مظاهرات، واقباط هنا في مصر، ويعني العناوين اصلا يا جماعه العناوين الصفرة. وخلي بالكم كمان دي كانت جريده بتراقب عليها الحكومه وقتها، يعني كان في مسؤولين في الدوله كانوا عايزين يدمروا صوره الكنيسه ويشوهوا صوره الكنيسه، كان عن عمد يعني، الحاجه دي يعني ما كانتش عامله بالساهل كده، لانهم عارفين الضجه اللي هتحصل ساعتها، فما كانش حد يتجرأ يعمل كده لما يكون مسنود قوي، تفهمين؟ لكن شوفوا ربنا بقى، تم سجن رئيس التحرير، سجن فيها يعني. والبابا شنودة مرضاش يتنزل أبدا. البابا شنودة يرفض التصالح مع صحيفة النبأ. في 13/7/2001 رفع البابا دعوة قضائية على رئيس تحرير الصحيفة ممدوح مهران، كما يرفض أي محاولة للتصالح مع رئيس التحرير، بل أن التصالح معه كما قال البابا أمر مستحيل. ياه، مش البابا تودروس ضغط على الأنبا أغاثون عشان يتنازل عن القضية اللي رفعها ضد سارة علام؟ قال له معلش بقى، عفى الله عما سلف، معلش حرية صحافة بقى، معلش احنا نتهزق وكرامتنا، وتشتم البابا شنودة في كتاب وتهين الأساقفة الأمناء، وتقعد تقول حرس قديم وحرس جديد ومش عارفة وإيه ومؤامرة. طبعا الكتاب كان على هواه، فقال له لا، انت تتنازل عن القضية وتصالحه في الآخر. ده كان ايه، بضغط من البابا. فخلي بالكوا الدور على البابا، يعني البابا ممكن راح باسم سام طلع يقول ده ملوش لازمه، روح استقيل. باسم سام بيطلب البابا بالاستقاله، تخيلوا، بيقول له ما انت مش قدها استقيل. بس هو متخيل ان احنا عندنا استقاله زي كنيسه الكاثوليكيه، احنا ما عندناش استقاله. فلما الكلام ده يطلع من باسم سام على رمز ديني، يعني البابا توادروس بالنسبه لنا رمز ديني، رئيس
أكبر كنيسة في مصر والعالم، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طيب إيه بقى لما حد يطلع يعني أقول إيه، هزقه ولا حد يطلع يهينه أو يسيء لشخصه أو يهدده على الهوى، والبابا شايف إن الكلام ده حرية رأي وتعبير وحرية صحافة، أهو جه لحد عنده، انت خلي بالكم. فلما أنت تسمح إن قنوات تشوه صورة الكنيسة وقنوات تشوه وتشهر بالأساقفة الأمناء بعينها وما فيش أي رد فعل من الكنيسة، هيبقى الدور هيجي عليك. فهمتوا بقى يا جماعة اللعبة؟ البابا شنودة قرع على طول، قال لا احنا ما نسكتش. البابا شنودة ما كانش بيسكت أبدا، البابا شنودة كان بياخد قرار على طول. يعني هم حاولوا معاه، رئيس التحرير بقول لكم اتسجن، ده رئيس تحرير برضو يعني حاجة كبيرة كان وقتها، وجريدة النبأ دي كانت كبيرة قوي وجريدة ورقية بقى، وكانت ايه، كانت هيصة يعني، الدنيا ما اتقلبت حرفيا. فالموضوع كان كبير يعني، ما كانش هين ان هو ايه نتصالح بقى ونتنازل، لا لا ده كان مقصود، الموضوع ده كان مقصود لتشويه الأديرة وتشويه صورة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي هي طول عمرها وطنية. يعني البابا شنودة كان ليه مواقف كتيرة وطنية لا مزايدة عليه، فمش معقولة ده يكون يعني جزاته يعني أو جزات الكنيسة إن هي بتدافع عن الوطن أو مع الوطن في كل قراراتها. لكن عمره ما خضع لحد وعمره ما خضع للرؤساء، خلي بالكو البابا شنودة عمره ما خضع للرؤساء. الكنيسة عنده أولا، الكنيسة عنده أولا، الكنيسة وشعب الكنيسة عنده أولا. يعني مثلا لما كان في قرار محكمة كان بالزواج التاني، قرار محكمة خلي بالكو لا ما عندناش جواز تاني، تتكلموا في ايه؟ وكان قرار تاريخي، قال الشريعة بتاعتنا احنا بنحكم، احنا بنحكم طبقا لشرائعنا، احنا الشريعة عندنا الزوجة الواحدة وما عندناش لا طلاق الا لعلة الزنا، ما فيش حاجة اسمها جواز تاني، ورفض الجواز التاني. وكاد بقى ايه يعني حاجة كده، يعني يا جماعة تتكلموا في ايه؟ البابا لو ما كانش قوي وحازم ويتخذ قرارات جريئة وقوية وحاسمة في مواقف معينة، شوفوا ايه اللي هيحصل بعد كده. بخلاص بقى انت تنزلت، شوف بقى انت هتخضع بقى لأي حاجة، لعملية ابتزاز حد، خلاص بقى هتلاقوا الكنيسة ملطشة، هتلاقوا الكنيسة الملطشة اللي رايح واللي جاي، اي اسقف عايزين يهزقوه، اي اسقف عايزين يشهروا بيه، اي اسقف مش عارفة ايه، تلاقي قنوات خارجية، تلاقي قنوات يعني قنوات ملهاش لازمة تشتم فينا في اللي رايح. لا ليه، ما انت خلاص فتحت لهم الباب، قلت ان دي حرية صحافة، طب قابل بقى، ما هو في حرية بس بشروط. هو الحرية يعني اشتم؟ الحرية يعني اشهر بالناس المحترمة وشوه سمعتهم؟ دي الحرية في وجهة نظركم ولا الحرية لها ضوابط؟ الحرية لها ضوابط، اكتبوا لي بقى في التعليقات شايفين الموضوع ده ازاي. هل باسم سام تصرف صحيحا وبيدافع عن حقوق الاقباط كما يدعي وخايف قوي لحسن الاب الكاهن لحسن في سيدات تقع ضحايا تاني تحت ايده؟ قال يعني وهو جايب فيديو مفبرك. شوف يا جماعة كانوا كاتبين ايه هنا، تداول مظاهرات الراهب المشلوح سرا على شريط فيديو بالصوت والصورة، الراهب الكبير يواصل ممارسة شهواته على صوت أجراس الكنيسة ومستمر في الاستمتاع بنزواته وقت إقامة الصلوات. يعني هو بيمارس الجنس في وقت إقامة الصلوات، شوفوا بيكونوا حاطين صورة إيه. التفاصيل الكاملة، الشريط المذهل الذي صوره الراهب لنفسه في مكان تجلى فيه روح السيد المسيح. شايفين يا جماعة العناوين، وجايبين بقى صورته وهو جنب صورته العذراء، جايبين صورة الراهب المشلوح اللي هو برسوم المحرقي أيام ما كان راهب، أيام ما كان راهب في الدير. يعني شوفوا الفبركة وصل لحد فين، يقول لك اهو ده كان في الدير اهو. يلا شوفوا، الحقير حول الكنيسة الى وقر للدعارة، رجل الدين يؤدي الصلاة على كذا ويوفر البركة للأطفال بكذا، سيدنا التحقيق بعد فشل. يا جماعة ده كان في حاجات كتيرة جدا واخبار بقى، يعني اجهزة الامن تحبط اخطر جريمة من نوعها لازدراء الدين المسيحي في مصر، القس برسوم المحرقي يثير الفتنة في اسيوط ويحقر المسيحية، الراهب الكبير المنحرف الحقير حول الكنيسة الى وقر للدعارة. شايفين يا جماعة العناوين حتى يستفزة، يعني هو بيستفزك بالعناوين، العناوين صفرة صفرة العناوين، ولا كأنك داخل مجلة بورنو.
مش جريدة ورقية حكومية دي، لا. شايفين يا جماعة الطوابير، طوابير الزوجات تنتظر على باب سيدنا لتحقيق حلم الإنجاب بعد فشل الأزواج. شايفين يا جماعة الراهب يدعي على رئيس تحرير شايفين يا جماعة الصور، شايفين الصور عاملة ازاي، كانوا شايفين جايبين صورته ازاي وهو بقى نايم على السرير، جايب السرير ده فين، في القلاية اللي جوه الدير. شايفين الكذب، شايفين الكذب، مفيش اصلا سيدات تدخل جوه الدير. 5000 يا مفتريين. النبأ تنفرد بنشر الملف الكامل لأول فضيحة من نوعها تهز مصر بالوثائق، تحويل دير المحرق بأسيوط إلى بيت دعارة على يد الراهب الكبير. شايفين العناوين، شايفين الصور، شايفين الصور والعناوين. طبعا بقى وقت الإخوان فضايح الكنيسة، دي موقع اسمه فضايح الكنيسة اللي كان منزل الحاجات دي، كان منزل الحاجات دي. بصوا كمان هنا هم. تحويل دير المحرق بأسيوط إلى بيت دعارة على يد الراهب الكبير. ياه، البابا شنودة دايما كان بيتحارب من صحفيين بعينه، وكان بيتدخلوا في شؤوننا الداخلية وفي شؤون الكنيسة، لكن البابا شنودة ولا كان بيهمه صحافة ولا كان بيهمه مقالات، وكان بيرد عليهم، كان بيطلع بنفسه يرد عليهم، كان بيقولهم بالاسم كده، انت قلت كذا وانا برد عليك كذا. واللي بيتجاوز، واللي بيتجاوز في مهنته كصحفي بيرفع عليه قضية من حقه، لان احنا لا نقبل الاهانة او الاساءة او التشهير، احنا لا نقبل التشهير، احنا كنيستنا مش سايبة ولا احنا في حالة فوضى، البلد فيها قانون وماشي على الكل، مفيش حاجة اسمها حرية صحافة اشهر بانسان بريء وضلع فيديو مفبرك جنسي واقول اهو. ما ينفعش يا جماعة، صحافة ايه دي واعلام ايه ده، ده اعلام ايه ده، اعلام مشبوه. فنخلي بالنا المواقف. فموقف البابا شنودة، اتمنى ان البابا توادروس ياخد موقف جريء ولو مرة واحدة ضد الصحافة الصفرة، ضد اي حد يتكلم او يهين او يشهر بابناء الكنيسة، خصوصا الاساقفة، ده كمان اساقفة مش اي حد، ده كان بيشهر بالاساقفة، نيافة الأنبا أباكير ونيافة الأنبا أرشليدس كان بيشهر بيهم. فالمفروض البابا يتخذ قرار، وبعد كده جاي على مين، ابن عمه القمص أنطونيوس باكي، فهيجي عندك، خلي بالك هيجي عندك، ده ما يهمهوش حد، ده بيقول البابا ملوش لازمة. فخلي بالكوا يا جماعة، خلي بالكوا يا جماعة، لو احنا مفيش قرار نزل أو بيان نزل من الكنيسة ضد هذا وهنقول عليها حرية صحافة، يبقى انتوا اتنزلتم وهتخضعهم للابتزاز، هتخضعهم للابتزاز، واي حد بقى ينشر اي حاجة خلاص، انت مش ملكش، مش عارف ترفع عينك خلاص، هتقول ايه بقى بعد كده، ما الكبير بتاعك سايبك. فانا بشكر نيافة الانبا أغاثن على دعمه الكبير للقمص شوي ابراهيم، لان هو وقف معاه وتصدى للمحاولات الدنيئة القذرة ضد نيافته، وضد كمان الأب الكاهن، ما سابهوش، ما سابهوش، وطلع ودافع عنه بقوة. فأنا بشكره، لأن إحنا كده يعني إحنا حاسين إن إحنا لينا ظهر يا جماعة، يعني إحنا مش ملطشة، ما هو مش هينفع، إحنا مش ملطشة، ده مش إعلام، الإعلام انتقد براحتك، طلع مستندات يا فندم، اتكلم بشكل محترم يا فندم، ما تشتمش يا فندم، انما انت بتشتم وبتهزق وبتهين وبتسيء، ده مش اعلام، يبقى انت عايز حاجه تانية بقى، ليك اغراض اخرى، يبقى انت ليك اغراض اخرى. مش الموضوع كان مهم جدا جدا، اشوفكم على الف خير، واكتبوا لي في التعليقات شايفين المواضيع دي ازاي يا جماعه، وايه رايكم في تعامل البابا شنودة مع الصحافه والبابا توادروس مع الصحافه، ايه رايكم، كده ولا كده، نعمل كده ولا نعمل كده. تحياتي، واشوفكم في حاجه جديده، كان معكم نيفين جيركس.